We'll now move to Federal Chancellor Olaf Scholz. We know that under your leadership, Germany has been spearheading net zero solutions and green hydrogen and hydrogen being one component in the bigger picture. بشأن استخدام الهيدروجين الأخضر كأحد المكونات الأساسية في الصورة العام من خلال مجموعة دول الجي 7. سيد شولتز تفضل من فضلك. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، السادة والسيدات والحضور الكريم، أتوجه بالشكر لسعادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستضافة هذا المؤتمر الهام. نحن هنا اليوم لنتحدث عن أحد أهم التكنولوجيا الحديثة التي تتصل اتصالا مباشرا بالتغير المناخي، وهو الهيدروجين الأخضر. الهيدروجين الأخضر هو أحد العوامل الأساسية لدعم الاقتصاد في مجال الطاقة والعديد من القطاعات الأخرى التي لها متغيرات عديدة، كما يعمل كدافع أساسي لإيجاد مزيدا من فرص العمل ولتحقيق مزيدا من الرفاهية. في بداية، الهيدروجين الأخضر هو أحد العوامل الأساسية في كبرى الدول الصناعية، وسوف نرى هذا الهدف يتحقق بحلول عام 2050 استخداما كبيرا وشاملا للهيدروجين الأخضر كتحول في الطاقة. وبناء على هذه الحزمة الجديدة، وصولا إلى عام 2030، نطمح إلى إنتاج 20 مليون طن من الهيدروجين الأخضر. وبالتالي أول رسالة مني إليكم أن الهيدروجين الأخضر ليس أحد التكنولوجيا الخيالية للمستقبل، لكنه أحد التكنولوجيات الأساسية في مجال تحول الطاقة، ونحن نعمل معا من خلال بناء الشراكات لتحقيق هذا الهدف. الهدف الأساسي هو بناء نظام لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتوسيعه وتعميمه حول أنحاء العالم لإيجاد حلول مستدامة في تحول الطاقة. الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لديها قدرات كبيرة في ليكونوا كبرى موردي الهيدروجين الأخضر في العالم وأكبر المساهمين من خلال التقارب للأسواق العالمية. الرسالة الثانية من جانبي، وأضمن لكم أن ثورة الهيدروجين الأخضر سوف تنجح في السوق العالمي، ونحن نعزز كافة الأعمال البحثية والعلمية في الهيدروجين الأخضر. وبالطبع الهيدروجين الأخضر يحصل الآن على قطاعا كبيرا من الصناعة ويتميز بانخفاض تكلفته، وكذلك هناك إنجازات حققت في مجال الطاقة والأسواق الطاقة الأخرى. الهيدروجين الأخضر ينتج لاستثماره بشكل كبير من خلال وضع الشراكات والاتفاقيات، وهناك خطط عمل لاستهلاك الهيدروجين الأخضر بشكل كافي وتوفير كميات تنافسية لضمان أفضل استثمار لهذه التكنولوجيا من خلال عمليات الإنتاج في المستقبل. هذا يضع أساسا كبيرا للاستثمار في الدول. سعادة الرئيس، نحن نتفق أن الهيدروجين الأخضر أحد العوامل تعزيز الاقتصاد وكافة اقتصادات الدول. هذا بالطبع ما نطمح إليه في ألمانيا حاليا. نحن نتبنى خطة للإنتاج المحلي للهيدروجين الأخضر من 5 جيجاوات إلى مزيدا من أحجام الطاقة وسعات الطاقة لتوليد الكهرباء. الغالبية من الهيدروجين الأخضر يأتي من الخارج. نحن نطمح إلى الإنتاج المحلي. الحكومة تفتح المزادات أمام توريد الهيدروجين الأخضر من الدول المحيطة وحول العالم. وسوف يطلق أول مناقصة في القريب العاجل. في الأسبوع الماضي كان هناك حديث
بشأن استخدام الهيدروجين الأخضر مباشرة وبدء مشروعاته مباشرة بعد انتهاء أعمال مؤتمر كوب 27. وهناك دعم كبير لأسواق الهيدروجين الأخضر حول العالم لما له من آثار إيجابية في تطوير وتعزيز الاقتصاديات وكذلك القطاع الخاص. فيما يتعلق بالتكلفة سوف تكون هناك خطة عمل لتعزيز مشروعات الهيدروجين الأخضر لخفض التكلفة، ونحن مستعدون ونعمل بالفعل مع الدول الشريكة مثل البرازيل والمغرب وجنوب أفريقيا وتونس لوضع أطر تنظيمية لبناء القدرات بشأن الهيدروجين الأخضر. فبالتالي رسالتي الثالثة هي الهيدروجين الأخضر، نحن نرغب في التعاون معكم جميعا لتعزيز الشراكات بشأن إنتاج واستخدام الهيدروجين الأخضر على مستوى الصناعة. الهيدروجين الأخضر ليس فقط عمل ذو أثر ضعيف، ولكنه أمرا أصبح أساسيا وعنصرا أساسيا لإنتاج الطاقة في دولنا جميعا. فالتركيز على المتجددة والهيدروجين الأخضر هو أحد أهم دعائم مواجهة تداعية التغير المناخي. شكرا لكم وأتطلع لاستمرار النقاش البناء.